تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد أوباما يكسر حاجز الصمت، ماذا حدث للحزب الجمهوري؟ الرئيس باراك أوباما من وقت ما خرج من السلطة ما بيتكلمش كتير، في حالة صمت بقالها سنتين تقريبا، كل فترة بيكسرها بقول شديد ثم يعود إلى الصمت من جديد. قبل كده اتكلم في إحدى الجامعات وقال إن النازية قد تحكم أمريكا، وقال إن هتلر جاء بطريق الديمقراطية، وقال إن إحنا لابد نقف في مواجهة الرئيس ترامب بدون ما يقول الاسم، إلا إنه قال إن ده هيقودنا إلى النازية الأمريكية من جديد. ثم صمت قارب العام، ثم عاد الرئيس السابق باراك أوباما مرة أخرى إلى الحديث وإلى نقد الرئيس ترامب. الرئيس السابق أوباما هاجم الجمهوريين وقال إن هم بيأيدوا ترامب يعني على كل حاجة سواء صح أو غلط، وإن ما عندهمش جرأة ولا جسارة لحماية احتمال انهيار الديمقراطية في أمريكا. قال يجب أن ندافع عن الديمقراطية التي أصبحت في خطر، وإن الحزب الجمهوري لا يفعل ما يجب من أجل حماية الديمقراطية. وقال أيضا إن في وضع سوداوي في أمريكا. هذا وصف الرئيس ترامب أن الوضع في أمريكا وضع سوداوي، وقال إن النازية قد تحكم أمريكا في المستقبل، إنما دي جملة من حديث سابق. وقال إنه دلوقتي لازم الناس تروح الانتخابات، وإذا كانوا فاكرين قبل كده إنه مفيش ضرورة للانتخابات، أظن السنتين اللي فاتوا من حكم الرئيس ترامب يخلي الناس تفهم إنها لابد تروح وتدي صوتها في الانتخابات. وقال إن أكبر خطر يواجه أمريكا مش بس الرئيس ترامب، إنما أكبر خطر هو لا مبالاة الأمريكيين ولا مبالاة الحزب الجمهوري بما فيه أمريكا الآن، وبما إنه ممكن يهدد الديمقراطية الأمريكية في المستقبل. وأول مرة الرئيس ترامب يقول إنه احتمال يساءل، أول مرة يتكلم إنه خائف من المساءلة، لو فاز الديمقراطيين ممكن يخسر منصبه كرئيس لأمريكا. المساءلة لو الأغلبية في مجلس النواب للديمقراطيين تبدأ مساءلة الرئيس، إنما لو تلتين مجلس الشيوخ وافق تتم إقالة الرئيس. الرئيس ترامب بدأ يتكلم عن إنه احتمال يتم إخراجه من السلطة في حال فوز الديمقراطيين. قبل كده كان كلام الإعلام والمحللين، دلوقتي كلام الرئيس ترامب نفسه أنه مهدد بالإقالة إذا لم يفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات. إذن الرئيس أوباما بيتساءل ماذا حدث للحزب الجمهوري، وماذا حدث للشعب الأمريكي، وما هذا الصمت في مواجهة الرئيس ترامب، وإن الديمقراطية الأمريكية في خطر ما لم تنتبه الولايات المتحدة. 2. الاتحاد السوفيتي كان يعتبر الصين العدو رقم واحد في العالم. الاتحاد السوفيتي دولة شيوعية والصين دولة شيوعية، وبالتالي المنطقي ان هما حلفاء. امريكا دولة رأسمالية، يبقى اذا بالنسبة للاتحاد السوفيتي مين اكبر عدو؟ امريكا. انما هناك تقديرات فكرية انه مش امريكا، وانما كان الاتحاد السوفيتي بيعتبر انه الاتحاد السوفيتي يعتبر ان الصين هي العدو رقم واحد، مش امريكا هي العدو رقم واحد. الصين حضراتكم قعدت فترة كده القرن 18 19 عندها مشاكل كتير قوي، تخلف اقتصادي واضح، وضع اجتماعي صعب جدا، كل الاجانب لهم نفوذ في الصين، كانت مرتع للأجانب، كل الدول الأوروبية تقريبا كان لها نفوذ في الصين. وبعد كده حصل نفوذ روسي قوي قبل الاتحاد السوفيتي، أيام روسيا القيصرية كان في نفوذ روسي قوي في الصين، نفوذ بريطاني قوي في الصين في حرب الأفيون الشهيرة، اللي هو بريطانيا عشان تحارب على الصين عشان تجبرها على استيراد الأفيون، رغم أن الصين أوقفت استيراد الأفيون، ومع ذلك أجبرت بموجب حرب بريطانية عليها أنها تستورد الأفيون. كان في إهانة
للأداء العام أو الأداء السياسي للنخبة الصينية الحاكمة في ذلك الوقت. كان في نفوذ ياباني واحتلال ياباني لأجزاء واسعة من الصين. كان في نفوذ روسي، وبناء على ذلك كان في معاهدة اسمها معاهدة 1858. المعاهدة ديت بين الروس وبين الصينيين. والطريف في المعاهدة ديت إن الروس كانوا دخلوا وصلوا إلى يعني قلب الدولة الصينية وضموا أراضي إلى روسيا، وبعدين قعدوا مع المفاوضين والدبلوماسيين الصينيين عشان يرسموا الخريطة، عشان يحطوا خطوط فاصلة. فالروس عزموا الدبلوماسيين الصينيين على كمية هائلة من الخمور، لغاية ما سكروا تماما الدبلوماسيين الصينيين، وهم أثناء السكر الشديد والثمالة الشديدة وهم في ثاملين تماما، وقعوا خط كده أو وضعوا خط للحدود بين الدولتين. فوجئت الحكومة الصينية بأن ممثليها وضعوا هذا الخط، وتم إعدام الدبلوماسيين السكارى بالكامل. لكن ده يبين مستوى الأداء، إن في احتلال من كام دولة، نفوذ أجنبي من كل مكان، حرب الأفيون، سكارى بيوقعوا خرائط بلادهم مع أطراف أخرى، بنتكلم على وضع صعب للغاية. حتى عام 1949 ده تاريخ فاصل، ماو تسي تونغ الزعيم ماو زعيما للصين الشيوعية. الأمريكان ما اعترفوش بالصين، وقالوا الصين هي الجزيرة الصغيرة فرموزة أو تايوان، إن ديت الصين اللي لها مقعد في الأمم المتحدة. لكن الصين العملاقة دي كلها لم تعترف بيها أمريكا، وقالوا على الزعيم ماو تسي تونغ وعلى قادة الحكم في الصين إن دول قطاع طرق. الصينيين أيام ماو كانوا علاقة قوية جدا جدا بالاتحاد السوفيتي أيام ستالين. يبقى أيام ماو وستالين في تحالف كبير جدا بين قوتين شيوعيتين عملاقتين، الصين والاتحاد السوفيتي. مات ستالين وماتت المودة بين الدولتين، والصين بدأت تدرك إن خروشوف ما هوش ستالين. وبدأ خروشوف نفسه بيقول مش عايزين نقدس ستالين، وعبادة الفرد انتهت وننتقد عصر ستالين. ماو اعتبر إن الكلام ده عليه، لأن هو أصلا عايش عبادة الفرد، الناس بتعبده في الصين، وهو زي ستالين وأكتر، وبالتالي أي نقد لستالين هو نقد للصين. واللي يقول لأ لعبادة الفرد في الاتحاد السوفيتي هو بيقول لأ لعبادة الفرد في الصين. فبدأ صراع صيني سوفيتي، وبدأ صراع بين الزعيم ماو وبين الزعيم خروشوف. جات أزمة الصواريخ الكوبية أوائل الستينات، وبعدين تراجع الاتحاد السوفيتي، وخروشوف تراجع، والحمد لله تم إنقاذ العالم وقتها من حرب نووية. إنما الزعيم ماو بدأ يتكلم بطريقة مش كويسة على السوفيت، وإن هم انهزاميين، وإن هم انسحقوا، وإن هم فرطوا. طيب ما ممكن تحصل حرب نووية. الرئيس ماو ما كانش عنده فكر كبير في هذا الإطار طبقا للبعض منهم. أحد السفراء تحدث إلى محطة روسيا اليوم في برنامج مهم عن هذه الفترة. ماو ما كانش قلق من أي حرب نووية. يعني تتخوفون بحرب نووية؟ تقع حرب نووية، وده أول زعيم في التاريخ لا يكترث بفكرة الحرب النووية. إن إيه يعني إيه اللي هيحصل؟ هيموت نص العالم؟ ما يموت نص العالم، النص التاني هيبقى انتصر على الرأسمالية. طبعا أفكار تذهل، إنها أفكار ماو تسي تونغ، إن يقول لك نص العالم يموت، إيه يعني حرب نووية؟ بس يبقى هزمنا الرأسمالية، واللي بعد كده هيبقوا جايين في حقبة ما بعد الرأسمالية. وبالتالي كانت أفكار صادمة جدا للسوفييت إذا كان بيقولها ماو تسي تونغ بجدية أو بيقولها بعدم جدية. وبدأ ماو تسي تونغ يقول أنا خلاص بقى برجع الإمبراطورية الصينية، وفعلا طبعا ليه دور كبير جدا في إن هو يوحد الدولة الصينية. وقال إن هو في إطار ذلك في أراضي كانت بتاعت الصين أخذها الاتحاد السوفيتي، فلازم ترجع، وفي قائمة مطالب لابد أن تتحقق. وده اللي خلى
الماريشال جراتشكو اللي هو كان وزير الدفاع السوفيتي يقول ان احنا ممكن نستخدم السلاح النووي ضد الصين. وده اول مره الاتحاد السوفيتي يفكر ان يضرب الصين بالقنبله النوويه وان هو يدمر البرنامج النووي الصيني. لكن ده ما حصلش لان السوفيتي كانوا شايفين ان ده هيكون كارثه على العالم. الزعيم ماو بدا بقى خلاص يبعد ويعمل اشتراكيه لوحده وشيوعيه لوحده، وعمل حاجتين في منتهى الغرابه، حاجه اسمها القفزه الكبرى. وكانت قفزه كبرى فعلا بس الى الوراء. القفزه دي مات فيها 20 مليون انسان. بهدف انه يعمل تقدم اقتصادي وتنميه ورخاء مات 20 مليون انسان في هذه القفزه الكبرى. وبعدها قال لك الثوره الثقافيه. وبدأ يشوف الطلاب والشباب الثوار اللي هم أنصاره عشان يتخلص من كل منافسيه ويصبح إلها للصين. فالرئيس ماو أطلق الثورة الثقافية، والشباب المنفعل خرج من كل مكان وبهدل الدنيا في الصين. خشوا على الموظفين في كل الإدارات يطلعوهم ويجروهم في الشوارع، بهدلوا كل الدولة الصينية والمؤسسات الصينية في حقبة الثورة الثقافية اللي هي فوضى كاملة، لكنها فوضى برعاية الرئيس مو تسي تونغ. وكان الطلاب بيدخلوا في جامعة بكين، أخذوا مرة رئيس الجامعة وبعدين قطعوا صوابعه وبعدين عبوه في كيس ورموه من الدور الثاني. فتخيل دولة فيها تقاليد عريقة وعظيمة جدا تصل فيها ما تسمى الثورة الثقافية إلى هذا الحد. انهيار كبير جدا حصل سواء في القفزة الكبرى أو في الثورة الثقافية، إنما التباعد بقى كبير جدا بين الاتحاد السوفيتي وبين الصين. والسوفيتي كان رأيهم إن الأمريكان عاقلين وفاهمين يعني إيه حرب نووية، إنما واتسي تونغ عنده أفكار بدائية منها إنه لو مات نص العالم مش مهم، المهم تنتصر الشيوعية، كأن اللي هيفضلوا هيكونوا أعداء للرأسمالية أو أصلا هيفضل حد في العالم فيما بعد. في كل الأحوال الاتحاد السوفيتي بناء على ذلك فكر انه يخوض حرب. وفي 69 كان في حرب حدود فعلا، ودي الحرب اللي فيها وزير الدفاع قال ممكن نضرب الصين بالقنبله النوويه، والصين وقتها اعتبرت ان الاتحاد السوفيتي العدو رقم واحد، والسوفيتي اعتبروا الصين العدو رقم واحد، وبقى في تقارب سوفيتي امريكي، وبقى في تقارب صيني امريكي، وكل طرف بيستقوى بأمريكا على الطرف الآخر. هنا درس خطير جدا في التاريخ، ايديولوجيا واحدة، عقيدة سياسية واحدة، فكر واحد، مناضلين ثوار، نفس الأهداف المعلنة، ومع ذلك افترقت المصالح وافترقت الرؤى. وفيهم دولة فكرت تضرب الدولة التانية بالقنبلة النووية، والدولة التانية أكيد فكرت تضرب الدولة الأولى بالقنبلة النووية، وإن مفيش مشكلة لو أي دولة انتهت أو نص العالم انتهى، لما يبقى في الإخوة الأعداء، الإيديولوجيا التي لا تمنع أبنائها من الصراع أو الصدام أو الحرب. إنها مفارقة تاريخية خطيرة للغاية حين كان الاتحاد السوفيتي يعتبر الصين العدو رقم واحد، وحين كان ماو يقول إن الاتحاد السوفيتي عدونا الأول. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.